ونقابة النقابة الوطنية المستقلة الدرامية على رأس سي جميل. مرحبا بكم الكل. ماناش باش احنا نستدعيكم اليوم باش نظهروا نعطيوكم برشا وثائق باش نقولوا لكم عليهم وحقائق ممكن وقرارات اللي خرجت من رئاسة الحكومة اللي هي في الأسطر اللي هي ماهيش واضحة من البداء وتواصل للتعامل ولا صحة الرأس نقولوا احنا من رئاسة الحكومة ضد الموسيقيين وضد الفنانين بصفة عامة بالاختصاصات الكل. وهو الوضع راهو الفنان راهو مش متطور، احنا عندنا سنين نعانيو فيه من مقبل الثورة وزاد دخلت الثورة زاد تغرقنا أكثر وأكثر. فما برشا موسيقيين مسالين، أنا ممكن باش نحكي عن الموسيقيين تو بعد سي جمال يحكي على الاختصاص اللي يعرفوا أكثر مني، أنا باش نحكي ممكن بصفة عامة ديما نقول كلمة موسيقيين باش نركز عليها برشا تخرج وحدها الكلمة، أنه ناس مستحقات من 2017 و18 و19 وزاد دخل 20 الرقم وصل لأكثر من 46 مليار مسالين فيه لدى وزارة الشؤون الثقافية. أخيرا يقول لك الوزارة خلصت الشطر اللي هو مش صحيح، بقى الشطر الآخر عند المندوبيات الجهوية للثقافة، والأدهى والأمر أن المندوبيات الفلوس موجودة عندها تقول لك أنا ما نجمش نمس الفلوس هذه إلا لما يجيني ترخيص من وزارة المالية. يا سيد وزير المالية أعطينا الترخيص هذه بخلي العبيدة تخلص بخلي المندوبيين يولوا يتصرفوا في الفلوس هذه ويخلصوا الناس. يقول لك أنا ما نتصرف الفلوس هذه لما يقع مجلس وزاري. المجلس الوزاري هذا عندنا أكثر من 22 يوم وإحنا نجري وراه، وقتاش باش يلتئم مجلس وزاري باش يتصادق انه وزاره الماليه تسيب للمندوبيين باش تخلص المتخلدات. والقهر نقولها انا اني الفلوس تخزروا لها قدامنا، فما متعهدين موجودين معنا ناس تعاني بالكدي بالكدي. القرارات السيد رئيس الحكومه اللي خرجت يوم 4 نوفمبر يقول مثلا اعاده، خاصه انا فما بنت اللي يحب نحكي فيه واللي هو مليون فرحنا الناس كل، لكن في بيش صغير تخصيص اعتمادات إضافية في نهاية سنة 2020 لتغطية المساعدات الاجتماعية الظرفية للفنانين المبدعين والمشتغلين في القطاع الثقافي لتبلغ قيمة الاعتمادات المخصصة للغرض 6 مليون دولار. يقول تخصيص اعتمادات إضافية يعني هي الاعتمادات موجودة وباش تمشي كان للشؤون الاجتماعية وتمشي للوتيداف مش للوزارة تمشي دوتي دافتة تصب. الرقم إضافية ما جيتش حتى 800 مليون. القرار هذا خرج نهار 8-4 نوفمبر والتوى فرانك مدخل للوزارة واللوتي داف ما عادش عندها حتى دوره. يعني الناس ملونا كروشنا أو صدينا لكم 6 مليارات شيء ما فهموا أنتم بكم تصدقوها الحكاية ذي أو ما فهميش، كلها اعتمادات إضافية تكميلية هي اللي في بدأ بيه في 5 مليار 5 مليارات وشوية. الإضافي بتاع 800 مليون ما تصب منها حتى دوره. إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الفنانين المبدعين والمؤسسات الثقافية بعنوان الخيرات في منظومة الضمان الاجتماعي. السينسيس صدقوني كل جمعة 8 بين 8 و 15 دول منفذين يهبطوا على الموسيقيين. في كل الولايات أو فما شكون بحث نزال. في كل الولايات أنا كل يوم عادي 3-4 تليفونات، اليوم جاني عاد المنفذ السينسيس بعثته باش يعقل على الدبش. يعني الى يومنا هذا كل يوم السينسيس باقي في يتصرف هكاك رغم اللي قرارات موجوده فما حد شيء. التبسيط في اجراءات المتعلقه بخلاص مستحقات الفنانين المبدعين والمثقفين شيء ما فهم كله حبر. هذو نحكي لكم في قرارات اللي خرجت يوم 4 نوفمبر من رئيس الحكومه ما شفنا منها حتى شيء. واللي زاد الطين بلع عاد اللي هو اعتماد بروتوكول صحي خاص بالانشطه الثقافيه ابتداء من 15 نوفمبر. هاي يا سيدي هذا قالنا السيد الوزير انك باش نرجعوا يوم 15. انت كرئيس حكومه باش تخرج قرار كيف هكا باش نرجعوا نخدموا مش من راسك خرجته اكيد. فما لجنه علميه صحيه اللي هي اعطتك بيانات اعطتك استراتيجي قدامك باش تبني انت كلامك يوم 15 ترجع. 15 جاي والناس تستنى ومن بعد تزيد 21 يوم. هنا احنا الشك فاش يبدا. انت قبل بنهارين ثلاثة ايام تسايب الحدود مع ليبيا والنهار باقي قاعد يصير كيلي عادي وكلكم تعرفوا ايش قاعد صاير في النهار، الشيء الحياه عاديه 100%.
إلا في الليل. الكوفر فو قتلنا الناس حالها وقف، وصدقوني في الوقفات الأخرانية فما شكون جاب ولاده ونعاودها، فما شكون جاب ولاده وحب يبيع ولاده، هذوما الناس اللي تخدم بالليل. فما شكون جاب ولاده، ما نحبش نطول. فما نقطة أخرى حاب نحكي فيها، اللي هي اللي صار لنا في العنف اللي تعرضنا له في الوقفة الاحتجاجية للموسيقيين اللي تعرضنا له قدام دارنا، يقول قدام دارنا قدام وزارة الشؤون الثقافية. من الاخر باش نبدا بعد عاد نرجع، احنا يوم الاثنين باش نقدموا قضية ضد وزارة الداخلية، لأنه اللي صار شفنا وعنا تسجيلات وعنا صور تثبت اللي يضرب بالغاز الليلي هو عون الأمن، هو اللي بدا بضرب بالغاز من الأول. عنا الصور ومن بعد رماه قبل مندس منكم أنتوما وهما قالوا كلام كيك، أما احنا عنا الصور وإن شاء الله حضرنا تقرير. إن وزارة الداخلية تعتذر، نقولها جليبيا تعتذر من الفنانين اللي جاءوا ووقفوا قدام وزارة الشؤون الثقافية، أو باش نرفعوا قضية ضد وزارة الداخلية في الإهانة اللي تعرض لها الفنان. هذا شو نقول أنا بالنسبة للموسيقى. نخلي سي جمال تو يحكي لنا على الاختصاصات نتاع المهن الفنية للدراما، وبعد نوصلوا الحوار نتاعنا. شكرا. مرحبا بكم. ماذا بينا ضحكة بالجد، ماذا بينا وصلنا للي ما فيش، وصلنا للدور بالنسبة للمسرحيين وبالنسبة للسينمائيين والموسيقيين وكل القطاعات الفنية. يعني الأوضاع اللي وصلنا لها واللي معناها ما باللي باش نحكيو ما نجموش نعبروا، على خاطر اللي عافس على الجمرة هو الوحيد اللي يحس. أين المسؤول؟ وين الحكومة؟ وين الرئاسة الجمهورية؟ وين مجلس النواب؟ وين هذوما؟ علاش المثقف الفنان المبدع في هالبلاد يهان بهذه الطريقة؟ علاش نوصلوا للمواصل هذه؟ علاش وعود كبيرة زائفة ما خلينا حتى باب ما ترقناهوش؟ وزارة الثقافة، رئاسة الحكومة، كنتي كذلك بعض النواب، هذوما كنتي تكررت الزيارات وتكررت الوعود، الكلام نقوله ولا نريد عيشا. فلسفة النفاق عند الناس هذوما، احنا مللنا الكلام، ما عادش وفاء. وقفنا احتجينا قدام التلافز اللي ما عادش كنت تخلص بما فيها من الوطنية، ناس خدمت في مسلسلات اخرتها الوطنية كنت ولا تعم في القلب ومش خالصة في فلوسها العبيد هذه، سواء في مسلسل 27 ولا في مسلسل سلسلة زنقة اللاشة. وكم شفتوا الرداءة متاع المسلسلات اللي تعدات، وهذاك الكل نية في نفس يعقوب، ايديولوجيا معينة موجودة في التلفزة التونسية باش يعدوا لك المسلسلات بالطريقة هذيك. مسلسل 27 يصرفوا عليه 600 مليون، مسلسل قلب الهاسكي يصرفوا عليه 2 مليار دولار باش يشوهوا التاريخ نتاع مناضلينا، وباش زادا يعديوا تصويره على الجيش التونسي مش كيف اللي يعدي فيها مساروة ولا المارينز ولا كذا. لهنا نسائل، أين رئاسة الجمهورية في هالموضوع هذايا؟ رئاسة الحكومة في بالها قالوا الناس ما خلصتش، هذه التلفزة الوطنية كذلك كنت التلفزيات الخاصة. بالنسبة للوعود اللي خذيناها من عند رئاسة الحكومة من عند مستشار كنت يا سيد رئيس الحكومة سليم التيساوي، يقول لنا سافا سيي أموركم واضحة، عودة للنشاط وكذلك الإمكانيات المادية واللي هي تتمثل في المديونية، ناس ماهوش خاصة منذ 4 سنوات في فلوسها
من عند وزارة الثقافة، من مندوبين، من المهرجانات، من دور الثقافة، من هذه الكل. ويطلع لك انت طلعة سي الفحفاح وقتها وقال لا سبيل لخلاص الديون. معناها انت هذايا كلام هذايا رئيس حكومة. ويزيد يسيب علينا الكورونا اللي احنا توا كنتي كنقابة وطنية مستقلة عندنا قضية باش نقدموها ب اللي سايب الناس انت معناها مر بالكورونا باش هو كنت تعرف باش كنت يتناسوا له ويتغافلوا على الشركات اللي هي بمئات المليارات اللي يعملها في شركات سي الفخفاخ رئيس الحكومه، لانه كنت القرار الاول والاخير عنده هو وقته. وشكون تضرر فيها؟ الناس الكل تضررت فيها. احنا اللي وصلنا في وقت من الاوقات معناها صفر حاله، مش مره مش اثنين مش ثلاثه، صفر حاله بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث شهور صفر حاله. ومن بعد شوف كيفاش نوليو معناها تقريبا اكبر نسبه نتاع هي تونس مصنفه انت معناها للخ جريمه في حق التوانسة الكل وفي حقنا احنا زي كمبدعين. ولكن علاش احنا باش نقدموا قليل؟ المتخلدات انت نتاع الفنانين اللي هي متمثله خاصه في ذاك الصندوق لدفع الحياه الثقافيه اللي نقولوا بارك الله فيها بارك الله فيها مدام شيراز العتيري، لكن لقات سد كبير من بعض الناس في الوزاره وفي غير الوزاره، في رئاسه في 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 وزاره في وزاره الماليه اللي الفلوس اشترها اكثر من اشترى 9 مليار بقاو غادي نتاع صندوق دفع الحياه الثقافيه، واللي التوا الناس ما زالت ما خذاتش مستحقات. ولذلك احنا باش نطالبوا بتحقيق كامل في هالاموال هذه كيف صرفت ولشكون تعطات. المهم الميزانيه بتاع وزاره الثقافه اللي احنا في العهد البائد ما يقال بائد عاد زين العابدين بن علي وصلنا ل 1.2 وكان وعدنا على اساس انه باش توصل الميزانيه 1.5 توا وخاصه بعد الثوره مباشره في عهد الترويكا وكل يتفرجوا بما فيهم الاتحاد العام توصل الشغل يتفرجوا سقطتي من خارج نوصلوا لصفر فاصل 76%. يعني شوف انت كثره الناس اللي ولدت التامين، كثرت الشركات الثقافية، كثرت انت هذا الكل وكأنه شيء لم يكن. نتيحوا لصفر فاصل 76%. ومازالوا توا قالك يحبوا ينقصوا، احنا انت بالنسبة لنا عودة للعهد الماضي يا خويا، اعطيني على الأقل الشيء اللي كنت تاخذ فيه. وزارة الثقافة معتبرينها عجلة خامسة. معناها مقارنة بالوزارات الأخرى. احنا توا اللي يحكم الوزير نتاع الثقافة هو وزير السياحة. بارك الله فيه، خدم كل بلاد، ما نقول كل قطاع تخدم رجالاته. هو خدم قطاع السياحة. 14 نقطة. ومهمين جدا. للسياحة. واحنا تلاويح. احنا مهمش ينظروا لينا. الفنان التونسي يهان. في هالبلاد هذه الفنان التونسي قطع الأرزاق بالنسبة له، وقطع الأرزاق هو من قطع الأعناق. والصمت الصمت اللي موجود يقتل وكأنه شيء لم يكن. عندنا ناس من صنف من الصف الثالث والرابع في القطاع متاعنا وصلوا يلقطوا في الدبابس ويبيعوا في الساشيات. 11 شهر الفنان ما عنده شيء، ما وصل له شيء لا من الوزاره ولا من غير الوزاره. حتى بالنسبه للصندوق معناها كي نقول لك الشطر نتاع الناس مازال ما خلصتش، وفي الترانش الثانيه الكل مازالوا ما خلصوش. والوعود برشا والكلام برشا والفعل ما ثماش.
رئاسة الحكومة هذيل الكل قالت اوكي وسافا وسون بروبليم انت واه كنت وانا كنت مباشرة باتصال برئيس الحكومة سي تساوي هذايا هو قالت انت معناها عودة معناها هو قاعدين نحرروا في العودة انت على اساس ايه النشاط الثقافي بشعود يا خويا حلونا الباب خلينا نخدم على الواحد ما احناش طالبين شيء حلونا الباب نحبوا نخدم على الواحد احنا 200 نموتوا على الاقل بشرف نموتوا بالكورونا نورمال قال ربي بنتي ما نحب هكاك يقتلنا بالكورونا خلينا نموتوا بالكورونا المهم نموتوش بالقهرة وبالشر وبالعذاب وبالهلا مبالاة هذه في دولة ما تحترمش فنانيها لا خير فيها وين ماشيين الى متى على كل نحب نقول كلمة وهو خويا ماهر موجود معناها مليون فساعدا ما عادش باش ننسقوا مع بعضنا الناس الكل لانه اليد واحده ما تصفقش لانه كل النقابات ومرحبا حتى بالنقابات نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل يلزمنا نحطوا يد في اليد نقابات الوطنيه نقابات المستقله معناها لكل القطاعات مسرح سينما موسيقى كتاب فنون تشكيليه الكل يلزمنا نكونوا كلمه واحده وقفة واحدة واحنا خاصة على مستوى الميزانية ان شاء الله بلغني من ناس انت تحب الثقافة وتحب المشروع الثقافي وحكاية في المشروع الثقافي حتى في الوسائل الاعلام نائبة الرئيسة انت معناها الثقافة وانت معناها اللجنة انت تابعة مجلس النواب انه باش تكون جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الثقافة يحبذا إذا كان الناس الكل توعى بالخطر اللي قاعد يهدد فينا راه ميزانية وزارة الثقافة ضرورية أن تعود لما كانت عليه على الأقل خويا رجعني كما كنت قبل عندنا وقفة احتجاجية قدام مجلس النواب للترفيع في ميزانية الثقافة وزارة الثقافة ويلزمنا نكونوا مع بعضنا الناس الكل. أنا ما برشا ما يتحكى والوضعيات خاصة هذه الكل، لكن ماذا بيا كنتي معناها أنتوما كنتي تسألونا وتقولون لنا شنو اللي تحبوا تعرفوه من هالأوضاع نتاعنا اللي قاعدين نعيشوها. وبارك الله فيكم، أنا جيتي بيان، بارك الله في الوسائل الإعلام الحرة. الأقلام الحرة اللي هي واقفة سند للمثقف وللمبدع في تونس واحنا راهو مع بعضنا في مركب واحد شكرا سي جمال بربي قبل ما نتعدى ونعطي كلمة لأنيس خميسي فما نقطة قالها سي جمال باش نعطيها بالأرقام أنا واسمعوني مليح صندوق دفع الهيئة الثقافية اللي عملته مدام شيراز العتيري فيها رقم وعلى لسانها هي راهو مش كلامي أنا وفي جلسة رقم 3 مليار و180 مليون لمتهم مدام شيراز العتيري للصندوق هذايا به الصندوق هذايا ما تنجمش تتحكم فيه الا لما يمشي للمراقبه من وزاره الماليه للتثبت من مصادر هكا قالت لنا تصوروا انت قعدت قريب شهر في وزاره الماليه قداش رجع الصندوق باش نعطيكم رقم باش تقعدوا باهتين رجع اقل من 900 مليون وقتها سي الفخفاخ رئيس الحكومة بأمر منه ما تكملش للفنانين عليه 2 مليارات و200 ومدري قداش قعدوا في رئاسة الحكومة قال كيمشوا للصحة أبجل من الثقافة قال كالثقافة أعطيهم 900 ومدري قداش من مليون فقط علاش احنا العدد في الفرز راهو بالنسبة للموسيقى ديما نحكي وافقنا على 2400 منتفع اللي عنده بطاقة الاحتراف من بعد يهبط تقرير من وزارة الثقافة وتصح فيه مدام شيراز العتيري ويفقد كان عدد 958 موسيقي علاش تسمع فيك الناك لبعض الأيامات المدة اللي فات بين الموسيقيين شبيه هذا خذاه شبيه هذا بخذاه خذاش ورغم اللي أكسبتيه على الانترنت ورغم اللي دوسيه كامل وما تقبلش وهما هذوما ومدام شيراز العتيري يا مدام اطلعوا وتكلم وقول راهو هزيت 3 مليارات و180 رجعوا لي كان 900 مليون
هذا بالنسبة لصندوق الضفاحية الثقافية. أنيس خماسي تفضل. أول شيء أنا حبيت نرحب بكل الحضور من إعلاميين وصحفيين وأهل قطاع الثقافة. حبيت نقول حاجة، نحن عملنا 7 حركات احتجاجية. فالسبع حركات احتجاجية آخر حركة كانت أول مرة تصير الحركة دي فيها فنانين وموسيقيين وكل المهن المجاورة، ما نحبش نسميهم باش ما ننساش، وواحدة على حساب الأخرى. كانت الحركة الاحتجاجية هذه كانت بالعزف والغناء أول مرة تصير وتجوب شوارع المدينة. بدأت من القصبة وصلنا حتىش للمسرح البلدي. نحن حبينا نمر رسالة للناس ونقول اللي رانا مع ثقافة الحياة، رانا ضد ثقافة الموت، وربي سبحانه وتعالى أعطانا موهبة باش نقاوموا بها ونعيشوا بها ونعيشوا بها الناس ونخلقوا مواطن شغل، نبعثوا الأمل ونفرحوا العباد، ونقولوا للحكومة اللي راهو ماهوش بحصرتنا وبتقييد ديننا وبتسكير أصواتنا وبمنعنا في حقنا الدستوري في العمل، رانا ولا يزيدنا ما نعيشوش، ما نعيشوش عائلاتنا ونزيدوا ما نعيشوش أولادنا، رانا باش نقضيو على الكورونا. أنا مانيش فاهم بالضبط يندرى نحن مواطنين ولا مناش مواطنين. أنا حبيت نعرف حاجة مهمة ياسر، نقول يندرى كي هما باش يقضيو على الكورونا ماهيش هذه بالطريقة اللي باش يقضيو بها على الكورونا. نحن رانا احنا عندنا حد سندنا، حتى وزير ما دمناش هون بلوس. احنا طوب بالنسبه لنا عندنا لجنه الثقافه اللي موجوده فيها، معناها كنت الحزب الدستوري الحر، واحنا بالنسبه لنا ما ربينا، معناها كنت شكون يساندنا؟ هذا هو للمساند. بربي بشويه. انا الحب نقول فرصه وحب نقول كلمه تسمعني، يا تسمعني. أنا الحب نقول لكم فرصة سعيدة، تونسية ما عندكش علاش ترفض الآخر، هذه واحدة. اثنين، راك فنان عندك من رحابة الصدر، اسمعني عاد. أخرج حتى أخرج. شكون اللي شادك أنت؟ أنا مش نقعد. أنا الحب نوجه سؤالاتي إلى واحد من نواب مجلس الشعب، خاطر بعد الوقفة بتاع اليوم راه وقفة الزنقة الهرب وغدوة باش نهبط، ونقول له يتحل المجال باش نخدم وتلقى لي حقك كمثقف، سينو لن ننتخبك. أنا أقول هذا الكلام على ماشي صفحة فيسبوك. سيدة النائبة، إذا كان ما تلقانيش حقي وتهز معايا في الثقافة وتهز لي سمعت بشر، أنا لن ننتخبك. ومرحبا بك يا تونسي. زيد الناس لازم تكون موجودة في الفن وباخي موت ماسة هما زادة كيف الحزب الدستوري الحر التونسي. يديكم اقعد لازم نكون تواسع، يدي لك كرامة تواسع. احنا فنانين ما يلزمش نكونوا مقيدين بالسياسة، السياسة حاجة والفن حاجة أخرى. هي حب تسندنا، مرحبا بكل ممثل بتاع أي حزب يجي محضرنا، مرحبا بيه. هي جات بارك الله فيها، مش مي توصية، هي توصية حرة زادة، بارك الله فيها مرحبا بيه. وليد بربي شحال نزيد نقطة برك على زيادة مدام عبية فقط. شوي آخر كلمة باش نواصلوا. اي للصحفيين فوالا نحن نحب نقول رانا على نفس المسافه من كل الاحزاب، على نفس المسافه من كل الاحزاب. كل حزب يجينا ويساندنا نحن نشكروه ونكرموه ويعطيه الف صح، ورانا على نفس المسافه من كل الاحزاب. اللي حبيت نقوله، اللي راهو نعاود نذكر لانه تقصت الكلمه نتاعي، راهو ماهوش بحسرتنا، بربي اقعدوا تنجموا، ماهوش منع الصحفيين وحقنا. لا جو واحد، احنا ما استدعيناش احزاب، استدعينا الصحفيين واستدعينا الفنانين واهل القطاع. ما نفضلكم اخر شويه هكا باش نقول بربي ريم سامحونا. ما نفضلكم نجم نكمل الكلمه نتاعي. مرحبا بالناس الكل، تفضل سامي. حبيت نواصل نقول راهو موش بتقييد ايدينا وتسكير اصواتنا ومنعنا بحقنا الدستوري في العمل، وما عادش يخلونا نخدموا وما عادش يخلينا نعيش ولا نحن لا ولادنا لا عائلاتنا. رانا باش نقضيو على الكورونا بالطريقه هذه، ناويين يقضيو علينا احنا. يندرى بالك شي احنا الكورونا ولا ما في باليش. الكورونا راهو نقضيو عليها الناس الكل مع بعضنا بالخدمه والعمل والوقايه ونشر الامل
مش بتربيع يدينا ونقعد نتفرجوا في بعضنا ونقعد ويضربنا الخوف وما نعملوا حتى شيء. رانا احنا نحب نقول رانا ماناش خايفين، نحن ديما في المواجهه للكورونا وغير الكورونا. رانا قبل ما نعدي كلمه للسي لمين نادي باش يتكلم باش نوصل كلمتي، احنا رانا اسمنا النقابات الزوز احنا والفنون الدراميه النقابه التونسيه المهن الموسيقيه المهن المجاوره مستقلين، ما نتبعوا حتى حزب، نقفوا على نفس المسافه مع الحساب الكل. هذا مش انت باش تخموا فيه راه احنا نخموا فيه، وكانت عندنا ابواب الاتحاد مفتوحه ما نمشيوش، احنا ما نمشيوش. حاجه اخرى بالنسبه للحزب المدام عبير، راهو كانت لنا دعوه باش نمشيو وتعرفي هذا الكل، احنا ما نمشيوش مع احترامنا للحزب الكل، مش حزب المدام عبير برك، الحزب الكل، ما نمشيوش حتى الحزب. الحاجه اللي باهيه انهم هما جاو لهنا، هذه المساعده اللي نحبوا عليها احنا من الحزب. هذه حاجه ننظروا لها بنظره اخرى، ما تبداش التشنج نتاعكم اللي ما عنده حتى معنى وحتى فائده، مش يوليوا ابطال وتشنجات توا حكايه فارغه، ماهيش مسلسل الحكايه، احنا توا في حضره الثقافه والناس عندنا همنا اخر نخموا فيه مش تحزيب، عندنا همنا الناس بطاله والناس ما عندها متاكل، يزيوا من الافكار اللي في مخاخكم ولا احزاب ولا استدعينا ولا حتى شيء. بلا خلي ياخو سي يعيش الوقت والبيري مش الناس الكل تسمع وتشوف نسمع بعضنا الناس الكل يعيش ما تحطوش على الجمعية تقريبا ما في الترتيب اللي احنا موجودة عندنا ولكن معناتها الطبقات لا تفتح للأحزاب نجم دعاية حزبية والحاجة من عائلة إذا كان ثم المساندة حزبية وهذه حاجة طبيعية ودير حتى إشكال أو برلمانية يعني ثم أسبها سياسية نجم تكون المساندة يعني بحضور الجمهور كمساند أما من غير ما ياخذوا الكلمة ولا تطولي معناتها ندخل في إطار الشعارات وكل شيء فقط للتوضيح يعني مرحبا بكم مرحبا بي مرحبا بي سي سفيان مدير مدير قاعة الأوبرا بالنسبة لنا احنا كنقابة وطنية بلا وخر شوية بلا احنا نسمو بعض احنا ما فماش انتماءات هوني رانا فنانين جينا نطالبوا بحقوقنا ما ثم حتى انتماء لا حزب ولا احزاب ونبداوش نعملوا في الفوضى هذه ظاهره الحكايه راهي يعني ماذا بينا يزيونا من الحكايات الفارغه جينا على الحكايه الحزب احنا مش نقولوا كلمه على المسلمين دي فنانين كان ثم انت احزاب اخرى تحب تجي تساند الفنانين اشكون في البرلمان
الوحيد اللي تكلمت عن الثقافه ما طبعا بالوسط. اعطيني واحد اخرى تكلمت عن البرلمان. اعطيني حسب اخر تكلم عن البرلمان. مانيش مانيش من هذا الموقف الطبيعي هذا الفكره. اما الحقيقه يا زلمه سامحني مش خرجت من الدين انا مش خرجت من القاعه. انت مش خرجت من القاعه. انت رجعت شنو تحب تفوض؟ نواصلوا الكلمه لسي لامين الناهي. نواصلوا الجلسه تاعنا. بربي بلا سواديك باش بربي راه وزير الصحفيين مش انه انا ما نتكلمش ياسر في المناسبات هذه من فضلك كما راهو شبان ناخذوا بخاطر خلينا نتكلم شوي كما راهو شبان عرفت دونا نعملوا فكاهيه شوي هكا باش نبدلوا الجو سي لامين قال السيد وزير معدل رئيس الحكومه قال راهو الفنانين تعملوا لنا شويه جو فاروق ازاهيم فاروق فاروق في البدايه حصيلوا شكرا لكم فما مساله نحب نقولها عجاله انا اذا كان معناتها ترجع العروض في الليل ان شاء الله ولا حتى العشيه مخر انا لمين نهدي مسعد باش نعمل خمسه عروض المداخيل نتاعهم الكل باش تكون لفايده الفنانين اللي ما لقاوش رواحهم في المده هذه كلها برافو برافو عندي مقبول هكا هذا هو السلام عليكم. بلي نحب نقول كلمة، نحب نستشهد بالشيء اللي قاله بصدفة جنب جنبي مصطفى الدلاجي، هو قال لك العصفور كي تغسيله من حريته، تشد العصفور تحطه في القفص، لازم توفر له على الأقل توفر له الزوال. هذه حاجة خشينة برشا راهو، تصويرة كبيرة بالدل كدا، وأنا عجبتني واحد من الناس. لا ننطلقوا طبعا على بركة الله. شكون مش كمل كلمة. باهي هذايا حكاية تسكير الليل، ظاهر شكون معناتها حتى فما إملاءات صارت من الفوق، وصارت على ضغط كبير ياسر على رئيس الحكومة، وسكر الليل، اسمع الكلام، داكوردو. أما اللافامي واللواماس وكلهم كيحاولوا باش يسكروا الليل. يلزم يعوضونا يعوضوا العباد اللي تخدم بالليل فنانين وغير فنانين معناتها الناس يلزمها تعيش يلزمها توصل الحياه نتاعهم سينو راهم قتلونا قول قلبي معبد انا وجودي الان من لون انطلقت من سيب الليل ما هي سيبني نحب نعيش نحب نغني نحب نمثل انا راني جيت من الغرام ديت مغروم انت ورطتني ما امرتنيش بسي انا سياس وحده اعطيتني بتين ده بكري نذكر روحي باش نبيع المسروق يعني اسسنا الى شرعيه خاطئه جدا جدا اليوم عادي كلها رجعه تخدم وبنا كان انت لا تقعد في الدار ولا شيء يسمك تجوع باش تولي ماريونيت تحكم فيه انا مانيش نحكي للسيب الليل انا انطلقت من السيب الليل لكن الحكايه حسيتها من 2011 اضرب القطوسه تستهم العروسه هذاك يزبك تسكتوا هذاك البوق اقوى كلمه انا قلتها في الماركه هذه احنا كنا نبنيو في تونس اما كلنا على طريقتي فما اللي يحب يعمل خيم ويعمل وتد وسند وفما اللي يحب يعلي العبارات احنا نحب نعليو العبارات بلادنا صغيره ما عادش نجمو نمشيو بالعرض نحبوا نطلعوا للسماء نحبوا نحلقوا ابار اللي ثقافه هي المتنفس وهي تعمل الاعتدال النفسي هاكش نسكروا في التلافز حتى فنان ما عادش يتعدى حتى انتم تقفوا معنا وتعرفوا قيمه الفن والدليل الشعب محبط وعدالك الدوار وضرب وعدالك بري فوت 27 سنه سخامه جديده وضربت لا لي شيء الا ان الثقافه هي تعمل الاعتدال النفسي سينو نكملوا بينا حتى ناخذوا الروتريت وتسكرونا ليزانستيتيوت نتاع التمثيل نتاع الواحد خليني نزرب ونعمل بيركسيون الناس تزرب راهو انا وجودي لهنا انطلقت من سايب الليل لكن الثقافات الكل الفنون الكل سبعه هم وصلوا العشره تويكا ما عادش ناس سبيل الي انا حاجتي من لما هذه اليوم وخاصه كي جات النايبه الكريمه سيده عبير موسي مانيش نحكي على حزن انا تمنيت وجايكم راهو المجلس النواب مانيش نعتصم غاديكم باش نجوع واقوى حاجه تخوفكم كي نجوع خاطر نشيكم الضرب من برا كما جات من فرنسا فاتكات واضح لن ننتخبكم لن ننتخبك سيدتي لن ننتخبك إلى كلمة تقفش معانا ولا مش نقولها لك ديريكت سيدنا عبير موسي احترمك جدا ماكش الحزب الحر الدستوري انت تمثل الشعب انت تخبوك على تونس لكن تمثل انا نقول بالشافة للحافة خاطر بكردان مش هذيك الجنوب اكثر من بكردان انا تونس المرة انا نقولها لك اللي باش يقف مع المثقف والمثقفين والثقافة هي اللي تمشي البلاد هذه القدام
راه فما ناس تحب تدانسوا من الخيام، الثقافة عندهم توقف عن صدق الله العظيم لعباس عبد الصمد. الثقافة مش هذيك، الثقافة هي تبني تونس شعب خلاها مقيمة دوما بينا في الاستقلال 4 ملايين 3 ملايين يحكيوا جنوبي وعزيزي تو عملنا 12 مليون، ما عادش حتى فما مناطق وين تبني، كلها مناطق خضرة ومن بعد خلطوا لك النوع الضوء، لأن شيء ما فماش. أنا كلمة أخيرة وأختم بربي، اللي ما يعرفش يفكر ينطلق يمشي يعمل نصبة يعمل مشروع ونعطيه ونعاونوه، لازم يعمل كوتشي يعمل جران سيرفاس. السياسيين والمسؤولين اللي ما يعرفش يفكر فيها ربي لو عندنا برشا مفكرين، مش انت تخلص باش انا نفكر يفرحكم فرحت شيء، تلك حدود الله كل واحد امكانياته، ما تعرفش لكل مسؤول مسؤوليه، ما نحبوش مسؤول بلاش مسؤوليه. راي الناس جاعه، راي الناس انتم تحكيوا على الشر وجاعه وقفه، انا واش نكذب عليكم واش نقول لكم تو الحقيقه، راه حتى موسيقي ما يموت بالشر حتى ينجم مع عمرته ودار سابه ويمشي هو وحده صاحبه بينومه، وقداش باش تدوم 6 شهور 7 شهور كورونا باش تمشي، سمعتوش واحد ما تنشر؟ لا منا احنا نجم نسوقوا لتصويره جديده وحلوه كما احنا قاعدين هكا، عندنا تباعد وعندنا انتخابات حاجه واحده، فما ناس لا معاك ندي با ندي با تا على خاطر فما احسن هرمز جمال معك اختم وعندك الحق، عندك الحق باش تدخل، لكن انا اقول حاجه الشعب راهو ياسوا لازم يقتلوا من غير ثقافه يموت، راهي الثقافه هي الوقود الحقيقي للتونسي. ميرسي 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 تو تاخذ كلمه وتكلم كيما حبيت، انا حبيت نقول كلمه واخدم راهي، انا انطلقت في السيد الليل لكن هي السيد الفنان يعمل التوازن الحقيقي، اقوى دوله في العالم في الطلاق والزاكسيدون وزادتنا نجمة أخرى، أقوى دولة تصدر في الدواعش لا لشيء إلا أنه الثقافة ضربت للثورة ولدت الثورة لتموت الثقافة في تونس. لا باش نعطيو الكلمة مادام عبيه لأن عندها برشا اهتمامات وباش تخرج. شكرا للنقابات اللي عملت هذا نقاش المشكلين ونقابة الفرحيين اللي قامت بهذا اللقاء وهذه الندوة الصحفية باش تعرف بالمشاغل نتاع المثقفين، ما نجمش بحضور لمين نهدي ما نتذكرش بالحق فرد على قلوبنا ومرحبا بكم يا حسين. نتأكد راهو شوية ما ماهوش الحزب الدستوري الحر باعتبار العباد الكل تعرف ان الحزب الدستوري الحر ليس في حاجة الميكرو محلول هذا محلول حبيت قوس هو مانيش باش نتوسع فيه انه الحزب الدستوري الحر ماهوش في حاجه حبيت نقول لكم اني وجودي لهنا لا هو دعايه للحزب الدستوري الحر ولا شيء، لانه الحزب الدستوري الحر توا في قلب الحدث والناس تتبع فيه في فيديوهات وفي دواشت وفي كل، انا موجوده لهنا تيتي اولا انا نائبه على تونس سنين وبالتالي نائبه على الجهه نائبه على تونس معناها عموما ولايه تونس، يعني واجبي اني نجي في طلعنا الرسمه هذه. حاجه ثانيه أنا موجودة لهنا كرئيسة كتلة برلمانية في المعارضة. نورمالمون اللي يبدا مش طول مش طول. لا لا ما عندوش شوية، عايش شوية.
يصوروا التكس يصوروا انا معاك هوني يا شيخ شويه يا سيد بالله لا استاذ الصحفي اجا شويه من هنا عايش اجا شويه من هنا استاذ عايش خويا انا على اذا قلت لكم انا موجوده لهنا في البرلمانيه اللي هي واجبي حتى كان فما شكون ما يحبش انا نتواجد انا يلزمني نتواجد لانه بعيدا احنا ماشي انتخابات توا وماناش في حاجه للدعايه الانتخابيه اليوم فما مشكل اساسي مشكل اساسي اللي فما فئه اللي احنا اليوم قاعدين نخوض ونجيبكم من اعتصام قدام اتحاد القرضاوي قدام الاتحاد اللي فرق في الارهاب قدام الاتحاد اللي ينشر في الفكر الظالم المتطرف يعني جيت في اطار عمليه نضاليه لانه انا نعتبر والحزب نتاعنا والكتله نتاعي كبرلمانيه وكاميرا كونسيه نعتبر الثقافه ركن اساسي في مقاومه الارهاب وركن اساسي في المحافظه على الامن القومي وانا نعتبر وهذه فكرتي الخاصه انه تدشين الثقافه والا حرمان المثقفين في الفتره هذه بالذات من العمل ومن التواجد انا نعتبره ممنهج لفتح المجال امام الخطاب المتطرف وامام العنف اللي نعيشوا فيه في البرلمان وفي المجتمع هذه يعني قناعه وفكره وما عندها حتى علاقه بالامور الحزبيه انا نرى وهذا قلت في الفتره اللي نجمت نعبر فيها في البرلمان مش معقول اجراءات الحكومه تتسلط بهذا التعصب على المثقفين كنتم توا حكم المؤمنين حكم المؤمنين توا لهنا علاش هذا ما تجاشكم مسرحيه هوني هاو نفس اللمة لهنا كل يوم الناس كل في اعتصامات الناس الكل موجودين في اجتماعات احنا في مجلس النواب فوق بعضنا جيت على المثقفين وجيت على الاهل القطاع هذايا باش نوليو احنا نحكيو على كورونا مش هذا المشكل المشكل هو انه الدوله تعمل البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع الثقافي وتخلي العباد تخدم واذا كانت راه انه اخطر قطاع على تفشي الكورونا هو القطاع الثقافي تتفضل تعمل مرافقه ماليه وماديه واجتماعيه لهذه الفئه اما انا ما نعملش المرافقه الماليه وما نعملش المرافقه الاجتماعيه وما نعملش كيزو شارج للعائلات اللي قاعده تسترزق وخدمتها ومهنتها اللي هي الثقافه ومن بعد نجي نقول الكورونا انا قلت لاني سامحني انا كمرأة كونسيه هاني مانيشي من اهل القطاع لكن الراه من حقي ومن واجبي كل شيء هذا انا نحب نقول لكم برنامجنا الانتخابي وذاك الكل مش اليوم مجاني تنجموا تجيو بحدينا وباش نعملوا ندوات ثقافيه ونستدعاكم ومرحبا بالايجي لكن اليوم انا في الاستماع كبرلمانيه معارضه وتعرفوني معارضه حقيقيه مستقله هنا ومستقله هنا شنو تطلبوا انتوما من السياسيين لان اللي تعمل توا ندوه صحفيه تحضر فيها انت تحضر فيها الصحافه وما يسمعهاش السياسي وما تسمعهاش السلطه شكون اللي مش بلغ الصوت ما هي حدث بغمي الاحداث 200 مليون حدث في النهار يتعدى انا نحط رؤيه على ذمتكم ومن غير حتى لا ركوب على الاحداث لحد شيء اذا كان فما طلبات محدده اللي تحبوا انتوما توصل للسلطه وللحكومه وللبرلمان وتكون عليها تحركات يعني حقيقيه وجديه لحل المشكل اللي انتوما توا طارحينه واللي مقلقكم انا على ذمتكم نكون صوت عالي باش نوصلوا لانه هذه مهمتي كبرلمانيه احنا وقت اللي نترشحوا في الانتخابات نقولوا رانا نواب الشعب اذا انتوما جزء من الشعب هذايا وانا مطالبه اني نبلغ المشاغل نتاعكم وانا تهمني تهمني الثقافه وغدوه احنا في الاعتصام عاملين ندوه ثقافيه على دور الثقافه في مكافحه الارهاب اذا كان فما طلبات تحبوها كتابيه تحبوا توا نسمعها ونقيدها تراو انه من صالح اني نتكلم عليها وناخذ عليها كلمه في مجلس النواب ونمشي ليها للحكومه ونمشي نقابل وزير الثقافه كبرلمانيه مسانده لهذا القطاع انا راني على ذمتكم اكثر من هذا ما نحملوش الامور اكثر مما تحتمل واحنا نحترموا المثقفين والفنانين ونعرفوا ان الثقافه مش على خاطر باش تفرهدنا في سلامنا نادي فرهدنا اما الثقافه تعيش منها عائلات وتاكل منها صغار والناس مطالبين انه توفر لهم القوت ولا خلي الناس تخدم انا على ذمتكم تحبوا نواصل نسمع الطلبات نتاعكم انا على ذمتكم ونتبناها ونتحملها وننشرها في مجلس النواب واذا كان فما برلمانيين اخرين يحبوا يساندوا مرحبا احنا ماناش جايين لهنا في اطار مزايده لكن بالحق فما مشكل حقيقي في اداره ازمه الكوفيد والقطاع هذا حسيناه كانه الكوفيد مختار بالحق ياسر الكوفيد معناها انا هذا حسيته وعبرت عليه من غير ما نجيكم وقلت وما زلت نعاود نقوله هيك عطيني طلبات
النقابات طلباتكم اذا تحبوا نبلغوها واحنا ان شاء الله نكونوا في المساواة في لجنة الشباب والتربية والثقافة. احنا عندنا المهمة نتاع نائب الرئيس وبالتالي تنجم الاخت ممثلة الكتلة نتاعنا في مكتب اللجنة نتاع الشباب والتربية والثقافة تطلب اي طلب اللي انتم تراوه واللي هو ينجم يعاونكم احنا رانا على ذمتكم. هذا اللي حبيت نقوله لكم وربي معاكم وربي يفرج عليكم وعلينا هذه الغمة على كل مستوى. اعطيكم الزحمة. رجعني عاد رجعني الميكرو رجعني الميكرو شوي لحظه هذه هذو تو نبداو احنا راهي ندوا هذه الصحفيين كان بالصحفيين اما فما ثلاثه اسماء باش يدخلوا بعد اذنكم الساده الصحفيين ثلاثه وبربي ما نطولوش عبد الكريم باسي والمطر بزازه تدخلات صغيره وبعد نتعداو الاسئله الصحفيين اي في 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 اي خاطر لازم 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 اصوات الفنانين واهل القطاع يتسمعوا هي للصحفيين باش نكملوا زوج تدخلات وبعد نتعداو للصحفيين فقط. لا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بالصحفيين وتحيه للنقابيين الزوز من داركم انا ما عندي كتلك واحد طلب واحد واضح مع السطورة أهل الثقافة والثقافة اللي هي سعيد بالليل سعيد بالليل سعيد بالناس تخدم على رواحها ما نحبوا حتى إعارة ما نحبوا حتى باش تعطيونا حتى مليم نحبوكم تعملونا بروتوكول نخدموا فيه هما سعيد بالليل سعيد بالناس تخدم تعمل عروضها تخدم على رواحها راهي ما الكوفيد ماهوش في النهار برك راهي بالليل تعطيو كعبة ونعرفوا جمال هذا الكوفيد واللي مريض ما يخرجش واللي عينه باش يخرج يخدم يخرج يخدم على روحه تعمل بروتوكول نخرج نسكن نخدم على روحنا وسايبوا ثقافه وسايبوا الليل وسايبوا الناس تخدم على روحها راهي مات بالشر راهي نضم صوتي ومساعده لاصحابي الكل راهو اللي سن كوي كبير الثقافه سن كوي كبير مربوطه بعضها عباد قاعده عروضها خدمتها الناس الكل راهي ما عادش عندها ما تنفذ ما حاجتهاش من عندكم بكل 200 دينار ولا 200 دينار اللي هو كمساعده واعانه من عندكم ما نظركم هذاك الطلب الاول والاخير سيبونا نخدموا. يعطيك الصحه زين عبد الكريم باسي عبد الكريم باسي عبد الكريم باسي وين؟ يلا ياخذ التدخل وبعد تعليق الساده الصحفيين اكاهو بربي يهديكم. سيدي خويا خير الكريم ما قال ودد اخفي بس يخشوا فوق سامحني حكينا برشا وتكلمنا برشا وقفنا برشا وعملنا برشا وقفات مع توقفات احتجاجيه لكن الكل كذب في كذب وريق بارد والكل تقشقش عليك وفما حاجه اخرى باش نقولها مهمه جدا خاطر احنا لازمنا نحاسبوا روحنا قبل ما نحاسبوا الاخرين انا توا مريت لما كيما اتفرج عقد ماليش لما تاع 1000 و2000 بشر نحن في القطاع الثقافي عندنا بلوس كو 260 بيرسون نجي نشوف نلقى 400-500 واحد معناتها ملومين ماكسيموم شيء يوجع القلب اذا كان تحبوا نحن ناخذوا بالحق معناتها حقنا ونطالبوا بحقوقنا يلزم انتوما كنقابيين وهذه معناتها نوجه للسيد كنتي سي جمال وسلام والنقابات الكل يلزم نحاولوا نعملوا تجميع جديد ويلزم تتجمع كل العباد الكل تجي هذه الحاجة الأولى. دو لو بليس امبورتون بارلون بو اي بارلون بيان يلزم نعملوا بالضبط 1 2 3 4 5 شنو اللي عندنا شنو مع الطلبات اللي نحن طالبينهم مش لازم نثقلوا في الطلبات وبعد ما نعملوا حتى شيء وما يصير حتى شيء شنو هما الطلبات الرسمي اللي بينهم الفائدة الصحيح مش توا خاطر فما طلبات كورتيرم وفما طلبات اموانتيرم وفما طلبات اموانتيرم اعطيني توا كورتيرم بخلاف سيد بليل شنو فما اعتصام يلزم نعملوا اعتصام يا سيباه الامامي وكان سمنا هنا نعملوا الاعتصام ونقطه ورجع مستنى راه وجه قال لك مضيع الضغط كان كيلو اللغه والكلام ما تخشكيش ونخرج ولا لا ما عادش وكنا كذبه كبيره الصحيح الاعتصام يجي من النتائج وانت يا سيباه الامامي تعطيني معناتها دي بوان بين ديترميني 4-5 دقائق توا حاليا توا الان وهنا شنو اللي نحن طالبينه بالضبط شنو اللي يسدنا باش نعملوه؟ بخلاف سي بالليل وفما ناس طالبه فلوسها يا خويا فما عباد تحب وزاره الثقافه مليار مليار ونص مليارات فما 100 مليون و100 مليون و50 مليون و6 مليار لا نحكي لك العباد دي بيرسون فيزيك وما تعرفش قاعد نقول
حتى حد ما خلص التوى فما يا ودي انت يا رقابة يسمك انت يا سادة الجمال العربي يسمكم تنسوا عليهم باش يخلصونا 2017 2018 20 رانا موتا راه فما ناس قاعدة تموت واللي هذا هذيك يا ماهري يا امامي نعاود لك كونكرا تو بارلون الاعتصام 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 هو اللي يجيب نتيجة بخلاف الاعتصام يعطيك الصحة يعطيك الصحة هذا ذويتي هذا ذويتي ويني هذا؟ شكون يحب يدخل؟ قريب قريب السلام عليكم اللي هي مش نقول حاجة أنا حتى عندي جو كاسكيت اللي هي صحفية جزء مدير الأعمال معناها نعرف وصفتهم ماهر همامي وسليمان نشوف زوز تمثل زوز نقابات كلام عبد الحليم بس ماهوش غلط راهو ثم طلبات آنية مفروض تكتبوها والكل وتوصل هذايا باش نحلوا الموضوع هذايا لانه مسديد ولا كورونا انا صغيرت في ديموا تبع بارتير ثم مشكل كبير في القطاع الثقافي يلزمكم تحلوه وما يتحل ما يتحل الا عبر القانون عبر التشريعات عبر مجلس النواب راهو هذا كل حكايه فارغه راهو كله كلام راهو حكومه وراه حكومه وما باش يصير حتى شيء ثم البلاد هذه مهما يصير فيها راهي بلاد نتاع قانون ونتاع تشريع كان ما تبدلش النصوص التشريعيه كان ما تحاولش تقفل كان انتوما ما تعتصموش باش تمشيو نهار مناقشه ميزانيه وزاره الثقافه اللي باش يشرف عليها وزير بالنيابه ما يعرفش الدوسيات مع كامل احترامي ليه باش يشرف عليها وزير ما يعرفش خفايا الدوسيات ما يعرفش اللي عبد عنده 3 سنين و4 سنين ومتعهدي حفلات تطلب ولات وهي تسال مئات الملايين الدوله راهو يصير حتى شيء راهو عيب وزاره الثقافه ما زالت وزير في النيابة وتعرفوا علاش خاطر السيد رئيس الحكومة باش يعمل تحوير وزاري باش يبدل 3 وزراء اخرين معناها ثم تحوير نتاع 4 باش يدخلها مع بعضها السفوا الثقافة ما عندها حتى اهتمام عندكم مشكل كبير نتاع سي ان اس اس عندكم مشكل كبير نتاع سي ان اس اس 90% من الفنانين ساعة اللي ايزون ديباسي 60 طون ينون با دو روتريت والسي ان اس اس تساهم عشرات الملايين وما ينجموش يخلصوهم ما ينجموش يدفعوهم عندكم فنانين ماتت فما مره وزير الثقافه مدام لطيفه لخطت قالت لي انا استغربت كيفاش المرحومه فاطمه بوساحه ماتت كان با دارجون معناها لا با دو سي ان اس اس ثم ناس راهي تخدم في الخفاء ما عندهمش سي ان اس اس المشكل وين الضرب وين امشي مع وزاره الكل مربوط بوزاره الماليه شفت وزاره الكل مربوطه بوزاره الماليه اضرب مع وزاره الماليه اللي معطله الدوسيات نتاع الخاص تاع الفنانين اطلب اضرب مع وزاره الماليه باش تسيب وزاره الماليه كل كونترات يعملوا فنان ولا مدة حفلات ياخذوا منه 5% والا 15% علاش 5% ولا 15% ما يتحاش منها حتى 0.1% باش يمشي للسي ان اس اس العباد مخلوقه سي ان اس اس شكون عنده روتريت فيكم بخلاف اللي يخدم فيه اللي عنده شهريه راهو سي تري غراف فما فنانين راهو عندها صغار عندهم دي زابيسي راهم مرضى راهو سي تري غراف سي تري غراف بعد يتلوج اوكي ما يخدمش اليوم انا نخدم وعندي عندي موسيقيين تخدم معايا في 50 و100 و200 وكل يوم بعد هذوما خذهم تقعدهم حتى فرانك تعرف علاش خاطر هو قاعد يلوج باش يخدم اوترومون راهو المشكل ماهوش نتاع اليوم كوفيدا سايب الليل سايب الليل زاد انا احترمت تقول فيها ما تعرف علاش مش في تسايب حتى لين يتم القرار الفوقاني باش الليل يرجع يخدم وقتها لو يرجع هذا كل حكايه فارغه هذا كل حكايه اي موت بشرط تعرف علاش خاطر الدول مش عليك انت انا اونيكس علاش خاطر الدول المتقدمه كي عملت وسكرت الليل حلت ببين اخرى اعطات فلوس ماهيش منا احنا 200 دينار يكلموا فيها عباد من الجنوب من الجنوب ما عندهمش حتى دور علاش علاش وما ثماش حل معاه وزاره الثقافه راه برشا خوار راه انتوما تعرفوا شيء هذايا تكلموا راهو ما باش تكون قايمه كان بالتشريع كان بنص سامحني في الكلمه ستاتيو الفنان انا وين الى متى تعاركوا ها وهذا ها وهذا ها الوزير اللي صار ها الوزير راهو سي تري غراف راهو البلاد تحتاج نسناء وليت هذا وزير هذا حزب هذا راهو سي تري غراف انا ما عندي ما نقول وهوني ما سامحوني اللي مش نتكلم كصحفيه نعرف الوضع وبالنسبه للصحفيه سؤالي الوحيد شنو هي الخطوه الجايه اوكي تكلمت وعملت وتظاهرات صار كان اعطيني ايش باش تعمل اعطيني ايش باش تعمل
تتكلم ما يكفيش، مشيت للاعلام وحكيت وتكلمت في الباسا، تمشي تهز ورقه مكتوبه وتصبها في البيرو دردر وتتعارك مع النواب الكل وتتعارك مع رؤساء اللجان وتعتصم غادي باش ما نعتصموش. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك. باش نقول كلمة وأختم وخلي الناس كلها تتحدث. شفت لكم حاجة، لحظة، احنا بدينا نسيب الليل. أنا شخصيا بديت ما عندي موفيس فوا. شنو هي الخايبة تاع اليوم؟ اللي صار اليوم هو أنا اللي تمنيته السيء. يعني الثقافة كانت بحلاها، جات ضربة 2011، خلقنا المرحلة 2011، الثقافة يوجهوا بها في الصندوق كي كل في جن. قد كان الكعبة وزيد يمد نطع من اليوم الثقافة يزمها تولي كل نخلة بحضور المغنين الشعراء الملحنين المسرحيين والتقنيين. اليوم بداية الثورة الحقيقية الفنية في تونس. ننطلق من سيب الليل ونعاون الزوالي ونوقف الشيكات ونوقف ثور الماء حتى يرحم ربي سينو رجعني. لكن الوقفة هي بداية الثورة الحقيقية للثقافة ومنظورين وزارة الثقافة. وشكرا. ريم ريم بيدوز ريم اتفضل اتفضل سمح مدام سيام الخوش اتفضل كل ريم صديق انا مرحبا بكل الحضور بالاعلام بالفنانين. مرحبا بك مدام عبير موسي. ما تمنيتش هذا الكل يصير. 25 سنه نخدم في الاعلام التونسي، عمري ما كنت نتصور انه نهار من نهارات باش نعيشوا اللحظه المؤلمه هذه. تو كنت نحكي مع برشا فنانين، ناس وصلت تبيع في اثاث دارها، هذول المنافقين قاعده تدق على البيبان على مش على الفنانين. مش قاعده نقول في حاجه جديده، فريمون الوضع محزن جدا. وانا نتصور ماهر وجمال والجماعه الكل وانيس وكل انه سمنتنا وجمال يا القطاع الثقافي يقف على ساقيه ويد واحده القطاع الثقافي والفني يقف على ساقيه والا شوفوا خدمه اخرى. شكرا لك. شكرا سيد. اي هكا بديتكم بحلاكم واحدة واحدة. لسعد محمود وكيل تونس في قناة الأنباء. سؤال دول موجه لليك سي جمال وسي ماهر، والسؤال الثاني لمدام عبير موسي. لا ما تسليش مدام عبير، سنة احنا هو نقابة الفنية. فيما يخص لا ماذا نسحب سؤالك سامحوني؟ لا خاطر كان باش نوجهوا الاسئله مدام عبير، باش تقول لي وجبنا مدام عبير باش يتجاوبوا على الاسئله نتاعك. قولوا لي كان انا غلط ولا ياسر حساسيات ولا ياسر حساسيات؟ ماحكيش هنا، خذ الميكرو خلينا نسمع فيها. شكون انت باش تخدم؟ تفضل سي قدم ربك. اسامه بن عيشه قناه الزيتون. سؤالي المدام عبير، احنا اليوم علاش يا مدام عبير انه نشوفوا في البرامج قبل ما تترشحوا لمجلس النواب تقريب الاحزاب الكل تحكي على الثقافه وباش تخدم الثقافه وباش تدعم المثقف، ومن بعد ما راهو حتى شيء. نجم نقولوا الثقافه اليوم وليت الدعم. ما فضلتم نسمعوا بعضنا جميله كما راى. ما فضلتم نسمعوا بعضنا. نجم نقول اليوم السياسي باش يوصل للبرامج او باش يوصل للمنصب نتاعو يخدم بالثقافه بعد ما راه حتى شيء على الواقع. سي جمال
مع احترامي ليك وسينان مع احترامي ليك. سؤال اليوم نشوف تقريبا التلفزه قاعده تخدم بالاعمال نتاع التسعينات، الاعمال القديمه، وقاعده تجيب لي نسب مشاهده كبيره ياسر. فماشي هنا قانون او اجراء يضمن الناس اللي ما عادش تنجم تمكن، اللي تعبت، اللي موظف، اللي تو قاعده تحت الحيط، فماشي قانون معناها باش يضمنوا حقوقهم، حتى اللي ماتوا زاده عائلتهم اليوم معناها ما عادش لاقى باش تعيش، يعني ما فماش معناها قانون يضمن حقوقهم. وشكرا. عربي السلطاني مطرب شعبي، حبيت ان اليوم نشكر الناس الكل اللي حضروا معنا يعني، ونشكر النقابتين، نقابة تونسية المهن الموسيقية والمهن المجاورة، والنقابة الوطنية نتاع الفنون الدرامية. حبيت ان نقول نوصل حاجة تريز امبورتون، اللي انه بان بالكاشف انه اخر اهتمام الدولة التونسية هو الثقافة والفن، يعني الثقافة بصفة عامة آخر اهتماماتها يعني، وبين بالكاشف. حبيت نسدد نقطة هامة جدا، إنه في تونس تم الاعتداء على الفنان، لا لشيء، لأنه طالب بالكرامة والعيش الكريم، ما طالب حد شيء، شيء بالليل. وانا نحب نحكي بصفة عامة جماعة الليل، راهو مش مربوط بالفنان والموسيقي، مربوط بالناس الكل، ثم سيكيورتي، ثم ناس ما نعرفش انا تعيش بالليل، تسترزق بالليل، سبحان الله، هو ربي سبحانه في كتابه شو يقول لك؟ وجعلنا نهارا معاشا والليل سويت، صحيح، يشني انا مش كنت وقتها شغال جالس كيف الليل، شنو كنت فيديو نقعد في الدار؟ انا رزقي شوف الليل، سبحان الله، احنا ما عادش تربين حتى شيء من الدولة دي، ما عادش تربين حتى شيء، جبت حاجة بارك، سيدة باش تعيش. لا تسقيني ماء الحياة بذلة، أنا ما يشم من في زينة، أنا فنانين الحمد لله، شو بقول أنا شعورة. حتى واحد جاب في زينة يقول صحيح تعبين، تعبين على الأخ، وتعبين من الطبقة سبحان الله، يعني الناس كل تعبة. مي أنا ما مشيش نحن طالبين نسترزقوا، لا تسقيني ماء الحياة بذلة، بل نسقي بالعز كأس الحمد. نحبوا نعيشوا، سيكون لي خشوفوا مرة. وراني تحب تسامحني خويا ماهر، تحب نندد على اللي صار وانت البارح في قاسكو. لازم اعتذار خويا اللي صار علينا، راه ما صارتش في اكبر الديكتاتوريات، هو الاعتداء على الطبقه المثقفه والمبدعين، هذه هي اقصى حاجه حبيت نندد بها، وراك مش باش نعرف. شكرا عربي. برافو. سي زيد العلوي. وداد العلوي. مدام وداد العلوي. مثل مسرحية وكيلة شركة وعضوة في النقابة الوطنية المستقلة المختلفة للفنون الدرامية. أنا أول حاجة نحب نسأل علاش ما فماش وزير ثقافة؟ هذا سؤال مهم. شنو هو وزير حاطين هنا بالنيابة الصباح موجود يعمل سويعة من زمان وهذا ثبته، ومن بعد يمشي للسياح، حتى كي قابل سيد رئيس الحكومة أحكي كان على السياح، على خاطر السياحة فيها وراها رجال أعمال يدعموا فيها، ما يلزمهاش تقف. نحب زادة، أين ميزانية وزارة الثقافة 2020 وين مشات؟ شنيا الإخلالات اللي صارت متاع الميزانية؟ اللي حد الآن ماخدينا حتى عرض، عام كامل خمسه في الأداءات متاع الشركات، ماخدينا كان أربع عروض. وين الميزانية؟ كانت عنا دورة أولى، دورة ثانية، دورة ثالثة، الرابعة. ما تظاهرت الكل تنحى، لا فما لا كرتاج المسرحيه لا السينمائيه، فلوس هاوي. الميزانيه وين هي؟ الميزانيه نتاع وزاره الثقافه 2020 وين مشات؟ يا هل ترى الاخلالات عملها سي محمد زين العابدين في ثلاث سنوات في دعم معناها في حمله انتخابيه مع سي يوسف الشاهد، اسس المراكز، عمل كرتاج للرخام، كرتاج للوح، كرتاج للكذا، واحد قريب يقعد يتضرب يطيح ويتكبس في كرتاج. هذه كلها حمله انتخابيه وكيران ودنيا، وقعدت كلها ديون لوزاره الثقافه. علاش ما تحكيوش على الاخلالات هذه؟ علاش ما تحكيوش على الفساد اللي في وزاره الثقافه؟ اللي الناس موظفين يحبوا ياكلوا لك رزقك، حاسدينك في المنحه نتاع الابداع المخصص للفنانين، علاش ما تحكيوش الشيء هذا؟
معناه يعمل لي كرامتي وقوتي وعيش معطف في البرلمان الا بلا جبريل مسرحي واستاذ مسرحي ايش عمل لي بالنار ما عندكم نعمان العش استاذ مسرحي ايش عمل لي بالنار اعطيني شكون نتكلم مراه تكلم عليكم على الثقافه يجي لي والله شيء يحزن والله ما يبان فيكم ولا يكون فيكم كان علي انا حاشا ما يستاهلوش قبل ما نواصلوا بربي سامحوني الاخوه الصحفيين قبل ما نواصلوا الندوه الصحفيه نحب نعلمكم على بركه الله المجموعه هذه من الفنانين وانا كيف نقابه تنسيق المهن الموسيقيه انطلقنا على بركه الله من توا في اعتصام مفتوح وقاعدين هوني هل انتوا اعتصامكم باش تخلوا اضرابات جوع كما هددتوا؟ المفهوم اعتصام ثم اضراب وكان الزم نخيطوا فيها. يا انيس يا انيس اعتصامكم يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن الفنانين والمثقفين اليوم ما قاعد يصير تعصب كبير عليهم في
إدارة الأزمة بتاع الكوفيد، لأنه قاعدين نراو في منع ممنهج من الناس مش تخدم، وفي المقابل فما حتى مراقبة مادية وإلا الاجتماعية توفرها الدولة كبديل. موضوع وزارة الثقافة وإنه ما عنديش مدير أثرته أنا في البرلمان قبل ما أنتم تعملوا الشيء هذايا، وقلنا إذا كان الحكومة مازال ما عندتش 100 يوم عندها وزير ثقافة بالنيابة، هذه رسالة سيئة، وهذايا يبين إنه الثقافة ماهيش أولوية. إحنا كحزب يسوع عندنا البرنامج الثقافي بتاعنا، وهذايا كان جينا موجودين في المقود رانا نطبقوه، لكن جيت باش نسمع المشاغل وباش حاجات سمعتهم اليوم اللي إحنا حممنا فيها وفكرنا فيها. أنا على ذمة أهل القطاع أن نبلغوا مشاغلهم في مجلس النواب وقت النقاش تاع وزير الثقافة، ومساعدة نمشي ناخذ موعد زاد مع وزير الثقافة ونهزوا هذه المطالب ونكون صوت عالي باش تتحقق على الأقل المطالب الآنية الحياتية المعاشية، على الأقل نشوفوا حل في الالتزامات المادية للمثقفين والمثقفات اللي اليوم لقاو روحهم في إشكاليات، نشوفوا شنو هي مطالبكم الآنية، ومن بعد طبعا المطالب التشريعية فيها هو ديما نقول انا حسوا الانسان يحبوه يتحرك فيه، حسوا الانسان اللي حابني عنده مده باش يتحرك فيه باش يشوف الناس هذوما اللي ماتت بالشر جوبيان، ناس ماتت بالشر ما عادش عندها مشاكل، ناس صحي وقفت ما عادش عندها مشاكل. هذه التصعيد منا احنا ان شاء الله ان شاء الله مشكور عليكم. هددتوا باضرابات جوع في وقت سابق، هل انه الاعتصام باش يخلوا اضرابات جوع لبعض الفنانين؟ هو توا احنا النهارين هذوما ان شاء الله باش نعطيكم فما امكانيه للتصعيد، للتصعيد ممكن نمشيو حتى في الجرام او في شكل اشكال اخرى، نجمو تصعيد. انا ديما نقول ان شاء الله ما نوصلوش، ان شاء الله ديما نوصلوش، ان شاء الله نتحركوا اليوم ولا الطبقه هذه الفنيه ياخذوا لها اليوم لقينا حضور سياسي في الندوه الصحفيه للواقع. وين جمال عالم؟ جونتيمون باسكو احنا فنانين ما يلزمش الصوره اللي في مخه واللي في مخاخه هما توصل له، نحكيو نحكيو كل معناتها باش